حضرتك، ومبسوط جدا ان انت معايا النهارده على التليفون كابتن احمد. ربنا يخليك يا شادي، وحشني وانا مبسوط ان انا معاك، بس انت يعني متعصب جامد، والنادي الاهلي اكبر من اي حاجه يا كابتن شادي. النادي الاهلي اكيد كبير بمبادئه وبطولاته وتاريخه، كبير في كل حاجه، ولكن خلينا نقفل صفحه الدوري دلوقتي صح. ونفكر في المحطه اللي عندنا المهمه. بعد كده 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 راجعين لمحطه الدوري، هيبقى لينا فيها كلام كتير يعني ان شاء الله. ان شاء الله كابتن احمد اكيد عايز اطمن على الفريق. نوعيه التدريب كانت ايه النهارده؟ كان معايا زميلي في البدايه محمد عراقي، قال لنا الصوره كامله جدا جدا، بس اكيد هطمن اكتر من حضرتك على الفريق. حطيتوا ايديكم على التشكيل اللي هيلعب المباراه، نوعيه النهارده، انقل لي معنويات اللعيبه يا كابتن. والله يعني بص، يعني مبدئيا معنويات اللعيبه يعني مرتفعه جدا. هي 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 مباراه كبيره، مباراه بطوله، مباراه حجمها كبير جدا جدا، مباراه صعبه سواء على النادي الاهلي او على فريق الترجي. دايما المباراه دي يا كابتن شادي وانت لعبت في الاجواء دي طبعا بتبقى يعني اجواء صعبه على الفريقين يعني. صحيح. الفريقين عندهم نخبه في المنتخب سواء المصري او التونسي. الحمد لله، يمكن معنوياتنا الحمد لله عندنا ثقه كبيره ومعنوياتنا مرتفعه ان احنا نقدم شيء كويس، نقدر نكسب، نقدر نعدي الدور ده، لان احنا يعني ان شاء الله يكون الترجي يعني بالنسبه لنا خطوه لبطوله افريقيا ومرحله نعديها عشان نكسب البطوله ان شاء الله. كابتن احمد استقريتوا على التشكيل؟ يعني ما فيش حاجه اسمها استقرينا على التشكيله يا كابتن شادي، ولكن انت طول الاسبوع يبقى عندك تمرينات وعندك بتعد الفرقه كلها وعندك اكيد سيناريو كابتن حسام حاطه في دماغه بعد ما بنتفرج على فريق الترجي، ويمكن عنده شبه رؤيه للعناصر اللي ممكن تشارك باختلاف مثلا عنصر او اثنين حسب رؤيته للمباراه وسيناريو المباراه والتعامل مع المباراه والناس اللي هتبقى معاك بره على الدكه، لان المباراه 90 دقيقه يعني ممكن البدايه يبقى في متغيرات تحتاج ناس بره تعمل الفارق. المباريات اللي زي دي بيبقى فيها سيناريوهات كتير ولازم تتعامل معاها يعني بطريقه مناسبه. يعني الحمد لله احنا يمكن شفنا فريق ترجي وكل يوم يعني بنشوف الفرقه وبنشوف طريقه لعبها والعناصر المميزه عندها، بنقدر في التمرين نعمل بعض الحاجات سواء الدفاعيه او الهجوميه اللي احنا ممكن يعني اللعيبه تعملها في المباراه ان شاء الله. يا كابتن عايز اطمن من حضرتك على علي معلول، نزل التدريب النهارده، كان زميلنا محمد عراقي مره ثانيه قال لنا. لا علي يمكن كان عنده مشكله في صابع رجله، كان بيضايقه انه يلبس جزمته بتاعت الكوره، ولكن كان بيتمرن بشكل منفرد يعني، ولكن خلاص المشكله دي راحت، وامبارح اتمرن والنهارده اتمرن مع الفرقه، كمان وليد سليمان النهارده اتمرن مع الفرقه وظهر بشكل كويس. الحمد لله يمكن العناصر كلها جاهزه، الناس كلها مستعده، ويوم المباراه بقى يعني رؤيه كابتن حسام في الناس اللي هتبدا والناس اللي هتكون موجوده، ومفيش فرق بين اللي هيبدا او مش هيبدا، لان هي دي مباراه كبيره، ويهمنا ان احنا نعدي الدور اللي بعد كده ان شاء الله. كابتن احمد مهم جدا في وجود حضرتك معانا، انا عاجبني بصراحه من بعد مباراه الجيش على طول تصريحات الجهاز الفني بالكامل، وهي احترام الخصم، فبالتالي بتنعكس على اللاعبين. عايز اعرف من حضرتك او تتكلم جماهير النادي الاهلي، توجه لهم رساله اللي هيبقوا بيتفرجوا واللي موجودين في الاستاد. لا طبعا احنا يعني عامه اي فريق بنلعبه اكيد بنحترمه، بنشوفه بشكل كويس، بتحترم قدراته وتقيمه بشكل كويس عشان تقدر يعني يوصل ده كمان للعيبه، ويقدر يكون ده يكون مردود ليه على في الملعب. ان شاء الله يكون يعني بالنسبه لموضوع الجماهير ان شاء الله انا واثق تماما يعني العدد اللي هيكون موجود ان شاء الله يكون موجود اكتر منه خارج الاستاد وعلى وفي كل مكان الناس بتتفرج، كل مكان الناس هتساند النادي الاهلي، والناس اللي موجوده في الاستاد محتاجين تشجيعهم من اول دقيقه لاخر دقيقه. الجون بيجي في لحظه، ممكن يتاخر شويه، ممكن يجي بدري، فمحتاجين الوقفه بجد من الجماهير مع اللعيبه، اللعيبه محتاجاهم، محتاجه صوتهم في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد عايز تقول اي حاجه، توجه رسائل، اي حاجه عايز تقولها؟ انا مبسوط ان انت معايا ومش هكدب بقى سلام. والله انا اللي مبسوط ان معاك، بعد يمكن كل شويه في الكلام، ولكن انا مبسوط ان انا بتكلم معاك النهارده. يعني مفيش رسائل خاصه لحد ولا حاجه، احنا كجهاز النادي الاهلي احنا يعني مقدرين دورنا في النادي، كل واحد وطبيعه عمله في الفرقه بيأدي عشان
فرقه تنجح، سواء انا او سيد او طارق او ابو العيله او انيس، كلنا بنحاول كل واحد يؤدي دوره عشان الامور تبقى سهله لكابتن حسام في اتخاذ اي قرار مناسب للفرقه. روح الجماعه موجود عندنا بشكل كبير، وده اللي بيميزنا. احنا يعني بنخلص في عملنا وبنأدي دورنا بشكل كويس، والتوفيق بقى بتاع ربنا ان شاء الله. لكن يعني انا بقول لك ومطمن الجماهير النادي الاهلي من خلالك ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيوفقنا لنتمرن بشكل كويس، نتأدي بشكل كويس، نشوف فرقه ترجي بشكل كويس. واثق تمام ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله. كابتن احمد، اخيرا معلش شفت لك تصريح وكمان كنت زعلان جدا ومستاء من الناس اللي هجمت ازارو بعد المباراه. لا طبعا، من يعني لسه بدري قوي على يعني النادي الاهلي بحجمه وتاريخه يعني وقيمته، يعني النقد اللي عمال على بطل ده صعب جدا شال، يعني صعب جدا ان انت اي حاجه بيبقى فيها نقد، اي حاجه بيبقى فيها نقد. احنا يعني انت ممكن تنتقد وتتكلم بشكل ايجابي، يعني بشكل ايجابي حتى المدرب يستفيد واللعيبه يستفيد، انما نقد مجرد النقد وتقطيع لمجرد التقطيع ده يعني بيبقى شيء صعب يعني على الواحد، سواء على اي حد مش وليد بس، يعني على اي حد. انا بقول لك حاجه، انا بشوف الناس اللي يعني بحترم كل الناس اللي بتتكلم وكل الناس اللي بتحلل وكل الناس اللي بعد المباراه بتتكلم في الكوره، لكن انا عاوز اقول حاجه، يعني يمكن قبل المباراه والتعامل مع المباراه صعب جدا، كل قرار بيبقى محسوب لان انت بتحكمك ظروف كتيره جدا جدا، ولكن انا بعد المباراه اي حاجه سهله، لان يعني هو ايه الصح وايه الغلط محدش عارف. انت بتتكلم تقول اعمل كذا وما تعملش كذا، او يعني ايه الصح، ايه يعني دليلك ايه، او ايه اللي يثبت ان ده صح او غلط. بشوف ناس مره النتيجه ومره تحلل الاداء ومره تحلل شخص، عاوزين يكون في منطقيه في التحليل من خلالك بقى، يعني يكون في منطقيه للتحليل ويكون في معطيات للتحليل ويكون في يعني عاوزين وقت للتحليل. ما ينفعش النهارده انا بحلل مباراه وبحلل النادي الاهلي في مباراه والمباراه الجايه بحلل حاجه مختلفه واللي بعديها حاجه مختلفه، لازم يبقى عندي ثلاث اربع مباريات اشوف فيها اداء الفرقه، في ثبات في الاداء، ثبات في اداء اللعيبه، ثبات في طريقه اللعب، في التغييرات. هو ده التحليل اللي نعرفه، انما ما ينفعش كل مره يبقى تحليل مختلف، تحلل مره شخص ومره نتيجه ومره اداء، شيء صعب يعني. احنا في ظهركم ومعاكم وربنا يوفقكم، تحياتي للعيبه وتحياتي للكابتن حسام، كل الدعم في ظهركم وعايزينكم تفرحونا قتال جوه الملعب، ربنا يوفقكم في اختيار التشكيله المناسبه، تشكيله الانتصار. يا كابتن احمد شرفتني ونورتني، وان شاء الله بعد المباراه نبارك لحضرتك ان شاء الله. بشكرك كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي.